انا اسمي محمود حمدي، انا اتخرجت من كليه التربيه الفنيه سنه 2002 بس، يعني وبعمل معارض من سنه 2000، يعني بعرض من سنه 2000 تقريبا لحد دلوقتي. وانا في حياتي كلها يعني اشتغلت في خطين كده جنب بعض، اللي هو الخط الاولاني ان انا بشتغل فنان وبحب شغلي جدا، وطول الوقت انا وهو يعني ايه بنقعد نلعب مع بعض كده. الجزء الثاني ان انا مهتم بالاداره الثقافيه واداره الفنون في ده، فمن خلال بقى شغل كتير عملته في المنطقه دي، وما بعتبرش ان دي وظيفه، بعتبرها انها هوايه برضو، انا يعني بتعامل مع انها هوايه، وبعتبر نفسي محظوظ ان انا بشتغل نفس هوايتي، وتحديدا ان انا بعمل كيوريتنج او بشكل خاص يعني بعمل ببقى قائم فني على معارض وكده. ده خط، والإدارة الثقافية الخط التاني كفنان. بشتغل في المشروع ده تقريبا من 2013 بتفرعاته بقى، يعني المشروع ده كان بتفرع لحاجات كتيرة جدا من 2013 لحد دلوقتي. قبل كده كنت بشتغل على مشاريع تانية، يمكن هي نقلة 2013 دي كانت مهمة بالنسبة لي، لان نقلة الشغل اللي قبلها كنت بحس ان انا بقعد افكر كتير جدا قبل ما اشتغل، وبقعد احسب حسابات كتيره جدا واشوف مين بيعمل ايه، وابقى لازم اشتغل على الخط ده عشان الخط ده هو اللي صح والخط التاني مش صح. بعدين حصلت عندي نقله كده بظروف كتيره، يعني ظروف خاصه وظروف عامه وظروف كتيره، فقررت اعمل اللي انا بحبه بس. فجبت ورقه وقلم وقعدت احط نقطه، وقعدت احط حوالين النقطه شويه خطوط، فطلع شكل كده مش فاهم ايه هو. وبعدين بدات ابقى سعيد جدا من اللي انا بعمله ده، فبدا يطلع معايا اشكال وقصص كتيره جدا، فبدات ابني هذا العالم الخيالي اللي هو مش موجود في الواقع، هو العالم بتاعنا. وبدات الناس ترتبط بيه لما جربت اعرضه، بدات الناس تلاقي علاقات خاصه بيها مع الشغل ده، وده كان بالنسبه لي شيء ظريف جدا. فبس فبدأت أبني الشغل من هذا الأساس، إن أنا ببني عالم بالنسبة لي هو عالم موازي يخصني أنا، ما يخصش حد خالص، بس الناس لما بتشوفه بتبدأ تخش جوه هذا العالم. طور الموضوع إن هو بقى فيه، يعني بعمل في الأول يعني الوسيط بالنسبة لي مهم، بس في نفس الوقت ما بركزش فيه، يعني بيفرقش معايا، يعني بعمل بينتينج، بعمل دروينج، بعمل مونوبرنت طباعة، بعمل ده. بعدين مؤخرا بقيت اشتغل بعمل اوبجكتس انستليشنز واوبجكتس اقرب للنحت في وقت من الاوقات يعني، واعتقد ان انا قريب هعمل نحت. بس ف الشغل في ناس كتير جدا بتبدا تتكلم معايا انك انت دارس بيولوجي، وانا الحقيقه مش دارس بيولوجي، انا انا انا, أنا عيلتي ناس كانوا مهتمين بالكيمياء وبيشتغلوا في الكيمياء، وانا طفل صغير كده عندي 7-8 سنين كنت بحط الحاجه تحت الميكروسكوب، يعني دي كانت لعبتي اصلا ان انا بلعب بميكروسكوب، فبلعب عدسات وبعمل مش عارف ايه، وبقعد ارسم جنب بابايا بقى الله يرحمه، هو الراجل كيميائي، وكان بيقعد يديني صور لخلايا معرفش ايه، اقعد ارسم لما لاحظ ان انا برسم حلو. فبس اعتقد هو الموضوع جه معايا من هنا، يعني في المشروع ده تحديدا، لان يعني انا ما فكرتش كتير وانا بشتغل فيه، يعني ما بدعيش ان انا بفكر، انا بعمل مثلا العمل الفني او اللوحه او الاوبجكت ايا كان، وما بحطلوش خطه خالص، انا ببدا اشتغل والشكل زي ما بيطلع في الاخر بيطلع، بحس انها خلاص وقفت. فمع الوقت ومع مرور السنين ومع مرور بقى القصص اللي بتمر جواها الشغل واللي انا بمر بيها واللي بتخش جوه الشغل، والحاجات كلها متداخله مع بعض، بدا يطلع منه اشكال بقى، ان ده شكله بني ادم، ان ده شكلها فراشه بس هي مش فراشه، وده شكله بني ادم ومش بني ادم، دي شكلها ورده بس هي مش ورده، هي حاجه تانية. ايه هي؟ انا شخصيا ما اعرفش، بس انا مبسوط. بس